ولما مرض هارون الرشيد طلب أن يحفر له قبر ثم نظر فيه وقال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وقال الخليفة هشام لأهله جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم إليه بالبكاء ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله وبكى محمد بن سيرين فقيل له ما يبكيك فقال أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحامية ولما اشتدت بعبد الله بن المبارك سكرات الموت أفاق ورفع الغطاء عن وجهه وابتسم وقال لمثل هذا فليعمل العاملون لا إله إلا الله ثم مات لما حضرت الحسن البصري المنية حرك يديه وقال هذه منزلة صبر واستسلام وقال الشافعي لا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها وراح يقول ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما وأوصى عمر بن عبد العزيز بنيه عند موته ثم قال قوموا عصمكم الله فإني أرى خلقا ما يزدادون إلا كثرة ما هم بجن ولا إنس ثم سمعوا تاليا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال معاوية عند موته يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلة واجج بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك لما نزل الموت بالحسن بن علي قال أخرجوا فراشي إلى صحن الدار فأخرج فقال اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها وبكى سلمان عند موته وقال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون زاد أحدنا كزاد الراكب وحولي هذه الأزواج وما كان حوله إلا إناء وقصعة ومطهرة لما جاء أبا الدرداء الموت قال ألا رجل يعمل لمثلي مصرعي هذا ألا رجل يعمل لمثلي يومي هذا ألا رجل يعمل لمثلي ساعتي هذه ثم قبض لما طعن عثمان رضي الله عنه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أستعينك على جميع أموري وأسألك الصبر على بليتي وقالت زوجة بلال عند موته وحزناه فكشف الغطاء عن وجهه وقال لا تقولي وحزناه وقولي وفرحاه غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه.